جاء بمنطقة الوصل وشفت بعض إنارة البيوت، طبعا مو مثالية، بس حبيت أشرح لكم بعض الأفكار. اللي عنده بيت بده ينور الواجهة، شو هي الأفكار البسيطة اللي بتعطي إضافة للبيت بدون حتى ما يدور على مصمم إنارة. كتير ناس ما عندها ميزانية وحابة تطور الفكرة شوي، فهي بعض الصور اللي حشارككم فيها. لاحظوا شلون انه في إنارة مخفية، في فراغ معماري، رجع الحيط شوي وحطوا إنارة مخفية وانحصرت الإنارة المخفية ضمن هذا الجزء. طبعا هي عبارة عن مجمع بيوت بالمنطقة كلها، يمكن مطور عقاري أخذ نفس الفكرة، فهي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إجا على القسم العلوي وكرر نفس الفكرة، اللي هي إنارة مخفية محصورة ب خلينا نقول تجويف داخلي، تجويف مثلا بعرض 40 سنتي. حطوا الإنارة المخفية تحت بالقسم التحتاني، والانتشار الإنارة المخفية هو نور هذا التجويف. بعدين اجوا على التفاصيل المعمارية، هذه التجويفات كل تجويف حطوا فيه إنارة صغيرة، وحطوا 2 سبوت متحرك على أطراف سبوت لايت نور القوس ونور هي المنطقة، فعبارة عن أبرزوا الكتلة العلوية. غير هيك ما في أي شيء تاني. طبعا أضافوا الجداريات، هي أنا بصراحة ما بحبها، ما بفضلها، لأنه الإنارة كافية من دونها إنارة الشارع، وبالتالي ما بشوف لها أي إضافة. بس طبعا ما مو معنى هذا الشيء أنه بترجع للرغبة، بس حبيت شارك الفكرة وبتمنى تكون الفكرة واضحة. مع الأيام القادمة إن شاء الله رح أحاول غطي تغطيات أخرى. بقولها انه الفراغ لازم يكون مدروس بطريقه صحيحه، لازم الدرايفر اللي او المحول اللي بعض الناس بتسوي محول لازم يكون له تجويف مناسب مدروس، بحيث انه ما يكون ظاهر، يكون مخفي. فلازم دراسه التفاصيل والتجويف بطريقه تناسب الاجهزه اللي الشخص راح يشتريها.